اخوكم بنات كديرين لاباس عليكم اموركم مزيانه كنتمنى يا ربي انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. فيديو ديال اليوم تحت طلب ديال بزاف ديال البنات اللي دخلوا عندي الانستغرام اما عروسات جداد اما عدا يتزوجوا اما عيالات تزوجوا وهملوا راسهم وسط الشقه والمواعن والتصبين وهذا كاينه اللي ما عندهاش كتقولك ما عارفاش اصلا شنو ناخذ وشنو ما ناخذش والامكانيات على قد الحال. كاينه اللي كتقولك انا كلشي عندي ولكن انا ما عارفاش منين نبدا. كاين اللي ما عندهاش الثقه في النفس ديالها ما كتقدرش تلبس ما كتقول لا الناس غيضحكوا عليا ما عنديش الذوق ما هادي ما هادي ما هادي. اللي بغيت نقولك اول حاجه خاصك تكون عندك الثقه بالنفس، خاصك تكوني عارفه قيمه راسك، خاصك تكوني وازنه راسك. الثقه في النفس البنات ماشي معناتها انني خاصني نبقى نحاول ونتقاتل ونشوف كيفاش ان الناس يوليو يبغوني ويوليو يحماقوا عليا. لا، الثقه في النفس شنو هي؟ هي انني انا نبغي راسي وانني ما نتسوقش للبشر واش هما شحال عطوني في المعدل شحال باش رقموني. لا، خاصني نكون انا زوينه لراسي ونبغي راسي لراسي باش هكا الناس كتنعكس ديك الصوره كيوليو يبغوني. المهم ماشي هذا هو الموضوع ديالنا، بغيت ندير لكم بحال المواضيع هذو. مرحبا والف مرحبا. ولكن اليوم شنو هما الحويجات اللي نقدر نلبس، شنو هما الحويجات اللي نقدر ندير، شنو الحويجات اللي خاصني نكون فواحد السويك عندي يكون عند كل انثى. ما غنهضروش اليوم على لي مارك معينه ولكن اقدر ما غادي نهضروا على شي حوايج اللي هما اساسيين. كاينين بزاف ديال العيالات اللي كيعكزوا كتقول لك الكريمات كنجي نعس كنتفكرهم في الكوافوز هادي هادي هادي. هاد الحيله هادي من نهار اللي جربتها ونفعتني بزاف بزاف بزاف. غتاخدي واحد لا تخوص بحال هادي اولا سويكه اولا حقيبه اولا شنو نسميها شنو ما بغيتي. هادو البنات راه كاينين حتى ديال 260 ريال، خذيها وغدير فيها اهم الحوايج اللي خصهم يبقاو معاك دائما. انا غادي نشارك معكم شنو كاين. بقاو معايا. اول حاجه غنهضروا عليها كما قلت لكم هو النظافه، يعني الاستحمام يعني الغسيله البنات. الشعر شي حاجه اللي مهمه ان تكون الريحه ديالو زوينه وحتى في المنظر زوين. ماشي ضروري يكون عندك رطب يعني ليس اولا بوكلي اولا تستعملي اي شامبوان شتي ولو تستعملي حتى كاديوم ولو تستعملي السيف اي نوع اي نوع. المهم ان تكون فيك واحد الريحه زوينه. انا ما كنهضرش في هذا الفيديو هذا على لي مارك نهائيا. ثاني نقطه واللي هي اهم نقطه هي جيل انتيم باش كتغسلي. انا من نهار استعملت هاد فانسي كنت كنستعمل غير بيطادين اولا المهم شي حوايج البساط. نهار استعملت هذا عجبني بزاف وفيه ريحه النقاء. حاجه واحده اخرى اللي بغيت ننبهكم ليها البنات، ديما خذوا داك فازلين الازرق اللي كيتبع في كتكون غير قرعه ديالو اللي زرقاء هو ابيض للترطيب. الترطيب ديال المنطقه الحساسه بالفازلين كيعطي واحد البياض. يا سلام البنات، حاليا انا كنستعمل هذا ولكن كما قلت لكم انا في هذا الفيديو ما كنركزش على لي مارك بقدر ما كنركز على الفكره. عرفتوا البنات شنو هذا؟ هذا راه كنت وريت لكم في واحد الفيديو مسك الطهاره. سالت لي ديك القريعه الصغيره مشيت خديته من بالنسبه للناس ديال خنيفره من عند خالد اللي في زنقة وجده كيبيعوا لك هكا بالعبار في هاد القريعات. اش غنقول لكم؟ ريحه النقاء ريحه النقاء ريحه النقاء بالنسبه للمناطق الحساسه اولا تحت الابطين اولا مهم في اي بلاصه رائع غزال بزاف. وبالنسبه للزيت ديال الترطيب من بعد الحمام انا كنستعمل زيت جونسون اللي شاركتها معكم اللي خلطت معها واحد العطر اللي بلا كحول حتى هو مر الحمام كتولي فيك واحد الريحه يا سلام. كل ما عطرتو بحويجات اللي هما بساطين كان احسن. ما عندكش ريحه يعني ريحه الجيل دوش اولا الصابون ديالك كافي ومشيت الغرض غير هو يعني شي جيل باش كتغسلي وفي نفس الوقت هاد عطر الطهاره كنصح به البنات كاملين. طبعا البنات من بعد الحمام اللي هو شي حاجه اللي كتبقى ضروريه بزاف. النظافه راه ما عندها علاقه لا بالجمال ولا بالفلوس ولا بالتا شي حاجه. ضروري ملي تسالي الشغال ديال الدار ديالك وتسالي شقاك وتسالي كلشي حمام هكا ما ياخذش منك حتى 5 ديال الدقائق. سويبينا جمعي شعرك ما بغيتيش تغسليه نقي حالتك حيدي منك ديك الريحه ديال الطياب وديال الشقا وديال العرق خصوصا ان كاين الحراره بزاف هذا الصيف. من بعد كتجي مرحله ديال اللباس. اللباس انا بالنسبه ليا كنشارك معكم التجربه ديالي الشخصيه ماشي ضروري انك تلبسي شي لباس اللي هو كما كنقولوا لي شوميز لي شوميز دونوي وهذا الشيء هكايا وتشريهم بالغلا وتشريهم هذا. تقدري تلبسي هكا شي كسيوه انت عشقاها وشريتيها وما قدرتيش تلبسيها برا شي هكا ولو من حوايج ديال الجوطيه ولو من حوايج ديال البال ولو يعني حتى لي شوميز دونوي راه ولاو رخاص. كسيوه رخاص ديال مراكش يعني شي حاجه اللي خفيفه لوينات مناسبه كل وحده والذوق ديالها وكل وحده وشنو كيعجبها. تعطير الجسم ترطيب الجسم هاد الحوايج هادو اللي هما بساطين وما كياخذوش منا بزاف ولكن الفكره والمجهود هو اللي فين كاين المشكل. ما قدرتيش ديري حتى شي حاجه يكفي ان تكون الرائحه ديال الجسم ديالك تكون طيبه ونقيه يعني ريحه النقاء. دوزي غير سويبينا غتبقى فيك ريحه زوينه. راه ماشي ضروري كاع انك وخصوصا ان دابا الروايح راهم رخاصين راه ماشي ضروري تاخذي ريحه غاليه باش تسمي انك انيقه وجميله. تقدري تاخدي غير دوك الروايح ديال 20 درهم اللي كيصاوبو عند مالي العطور راهم قاديين الغرض. ديودورون ديال شيلا اللي كيتباع في بيم داير 12 درهم غزاله ريحتو البنات. روايح من اوريفلام افون ايفروشير خاصين
واتمي وزعما واثمنه مناسبه، وكذلك الريحه كتبقى شي حاجه اللي هي نقيه كما قلت لكم. يعني مثلا شريتي شي قويمه جا شي مره عجباتك وما بقاتش كتجي ما بقاتش كتقدر تلبسيها على برا، تقدري تستعمليها للدار. علاش لا؟ علاش لا نبقاو حنا حويجاتنا نبقاو نضيعوهم ونخليوهم هكا ديما غير مخبعين، ولابسين حنا واحد البيجامه اللي هي حالتها حاله، ونطيب بها ونشقى بها وندير بها كلشي. اول حاجه البنات اللي ما خاص تخطا حتى شي مره هو هاد ديال البيطان اولا ستيك البيطان اولا ديال العرق اولا سميوه كيما ما بغيتو. انا كنستعمل هاد الدوف هذا، عيب عيب وحشومه ان يكون فيك ريحه العرق. هادي حطيها في لاتروسيك فين ما مردوش قبل ما تكا اي حاجه، ديما دوزيها كتدويزه خفيفه ورطي عليها الخبر. ثاني حاجه البنات اللي قبل ما نهضروا على الكريمات ولا على حتى شي حاجه هو مزيل المكياج. ما عندكش خذي اي زيت خلطيها مع ماء ورد وديريها في شي قريعه وخليها عندك في لاطروس ديالك، ما تبقايش تخلي الماكياج هابط لك اولا تنعسي به. حتى الا عجزتي ضروري دوزي هكا تدويزه ب ديماكيون ديالك. انا كنستعمل هذا ديال غارني. الحاجه المواليه هي ترطيب ديال الرجلين واليدين، وهادو تقشرات البنات. انا من الناس اللي ما كيلبسش تقاشر حتى في البرد، ما عنديش مع التقاشر، ولكن ضروري ولو سويعه د المكانه ولا نص ساعه ترطبي رجليك بكليسوليد. انا كنفضل هاد كليسوليد لانها زوينه بزاف للترطيب، وتلبسي تقشرات هكا واخا غير نص ساعه باش كتعاودي ترجعي ديك الرطوبه ديال الرجلين وما كينشفولكش. ملي كنفيقوا الصباح البنات ضروري 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 هو نغسلو وجهنا بواحد لوجيل اللي كيوال من البشره ديالنا. انا كل مره كنستعمل نوع، مره كنستعمل ديال ايفروشي داك الزراق، مره نيفيا، مره مؤخرا استعملت هذا ديال فانسي بالخيار والالوفيرا، صراحه زوين كتحسي به كريمي. كما قلت لكم انا ما كنهضرش وما كناكد على حتى شي ماركه، انا كنهضر اون جينيرال يعني شنو خاصكم. ولو تستعملي حتى دور ولكن ما تخليش البشره ديالك هكا. المهم غسلوا وجهكم في الصباح. ثاني نقطه البنات هي الترطيب. الترطيب شي حاجه اللي مهمه وضروري ضروري نرطبوا البشره ديالنا في الصباح باي كريم باي كريم عندك. المهم انا كنستعمل هذا. كما قلت لكم انا ما غنهضروش هذا النهار على لي مارك بقدر ما انا كاين شي حوايج هنا سلوليه، ولكن غنخليهم غندير لكم في لي برودوي فيني، يعني بحوايج لي سلوليه اللي زوينين واللي خايبين. المهم هو انك ترطبي البشره ديالك. كانت عندك ليكرون اللي كتستعملي ميد ما و انفيزيبل، يعني كتعتبريها ايكرون في نفس الوقت كريم ايدغاتون، استعمليها. بالنسبه ليا انا ها هما لي زيكرون اللي عندي حاليا، ولكن كما قلت لكم هنا راه كاين شي حوايج لي سلوليه خليتهم غير باش ندير لكم هذا اللي زوين وهذا اللي خايب وهذا هذا. المهم ديري ليكرون ديالك قبل ما تدخلي تطيبي اولا تشقاي اولا، لان ليكرون البنات راه قبل ما يكون بعد منين بعد المرات كنستعملوه كافون دو تان اولا هذول، راه كيحمي البشره ديالنا حتى الا ما نفعكش. وما يعني شحال كتقول لا هذاك ليكرون ما كيحيدش البقع، راه ما كيحي راه الا ما حيدش على الاقل ما غيخليلكش ان يجيوك وحدين اخرين جداد. هذه هي اللي خاصكم تفهموا، راه ماشي ضروري انه يحيد، راه على الاقل خاصك تلقاي واحد ليكرون اللي يحميك تكون درجه الحمايه ديالو عاليه. المهم ليكرون اعتبروه شي حاجه اللي ضروري، ما تشريش ما تبدليش الكسوه ديالك وشري ليكرون. انا هذا بالنسبه لي هذه النصيحه اللي نقدر نقدم لكل امراه. البنات ملي غادي تكون البشره ديالك نقيه مقوميه، خلينا خلاص من القماجات ولي ماسك وداكشي، راه القناه عامره بيهم. يعني عندك واحد البشره نقيه غسلتيها الصباح رطبتيها درتي لها ليكرون ديالها درتي لها مسائل ديالها، ما فيها باس كملي اجرك وكملي خيرك. دير واحد الماسكارا اولا ايلاينر اولا يعني شي حاجه هكا اللي تعطيك واحد ليكلا للبشره ديالك وتحلل كعويناتك اولا كحيل اولا، ما فيها باس تشجعي غير تشجعي عكاكه بلا ما دير لي داك المهرجانات ودوك الالوان وداكشي. هذاكشي خلي عندك شي عراضه عندك شي حاجه سبيسيال، اما في اليوم العادي خليك طبيعيه وشي حاجه اللي هي ناتوريل وخفيفه عكيه بهاد الالوان اللي هما نيود. انا كنفضلهم بزاف بزاف حسن من داك الغوز والحمار والموف، صراحه ما كيعجبونيش نهائيا. ولا لاحظتوا انا في الفيديو ديالي اغلبيه كنستعمل هذا، مع انني عندي بزاف والله الا عندي شي لون موف وغوز دوك المشعشعين عمري ما استعملتهم، جربتهم وخليتهم. ماسكارا وهذا اولا ايلاينر كافي وقاضي الغرض. وندوزو للنقطه اللي غادي نهضر لكم عليها بلاتي شويه غادي نهضر لكم عليها بالنسبه للباس وهذا العطر. البنات العطر شي حاجه اللي هي اساسيه، ولكن هذه ما كترتبطش نهائيا بالثمن. علاش؟ لان كما قلت لكم تقدروا تستعملوا ديودورون رخيصه ديال شيلا ب 12 درهم من بيب، اولا من دوك العطور اللي كيتباعوا اللي كيتعمروا بحال دابا هنا في خنيفره راه كاين كيعمرهم هذاك السيد ديال اللي في زنقة وجده خالد كيعمرهم ب 20 درهم غزالين، اولا كاينين العطور ديال شازان كي تقريبا ديك بيلا فيستا بحال لافي بيل ديك كوين، يعني عطور اللي هي رخيصه كتقام عليك ب 69 درهم اولا باثمنه مناسبه وشي حاجه اللي هي زوينه
رشي ليا راسك، دائما تخرج منك واحد الريحه اللي هي زوينه نقيه. عيب ان المراه تبقى تخرج منها الريحه خانزه وريحه الطياب وهذا، واخا راه كلنا اللي عندها الوليدات راه ضروري من الطياب وتماره وجريعي ينجري عليك وضروري كيجي. راه ماشي ديما انا طابقه شعري وديما الماكياج، راه ابدا البنات راه انا بحالي بحالكم كنكون في الشقه وفي الكوزينه، ولكن ضروري مره مره متسالي ما فيها بس. بالنسبه لليل قبل ما تنعسي ضروري تغسلي وجهك، تحيدي الماكياج، تنقي البشره ديالك، ترجعي ازيرو عاوتاني وترطبيها باي حاجه انت كتستعمليها الليل. ما عندكش تستعملي غسل ارغان كافي وقدر الغرض، انا كنستعمل حاليا هذا. كما قلت لكم ما غاديش نحاول اني نهضر على الماركات بزاف باش ما ندوخكمش وباش ما تبقاوش تقولوا لا انت كتستعملي هذه ولا هذه ولا هذه، باش ما تقوليش لي لا هادشي مرتبط بالفلوس ولا. انا راني بحالي بحالكم حتى انا على قد الحال وهذه، ولكن كنحاول انني شير بنات فاش بحال تجوج ما كنتش كنعرف اصلا هادشي في لي مارك وهذا. والله الا كنت كنمشي للمرجان كناخذ ميكسا بيبي، ميكسا بيبي كنت كنديرها للبشره ديالي، يا ريت اني داومتها. والله الا كان اللي تلاقى معايا كيقول لي عندك لابود بيبي هكا بشرتي كانت كتشعل. كنت كندير ميكس بيبي ملي كانت اصليه كانت خاطره، ولكن بنادم كيبقى يخربق ويدير هذه ويدير هذه ويدير هذه، ولكن الحمد لله على كل حال كنستعمل حاليا هذا. رطبوا ترطيب في الليل الشفاه ديالكم، يديكم، رجيلاتكم، هذا ولو بالزبده ولو بزبده الشيا ولو بزيت الزيتون ولو بزيت الارغان، المهم هو الترطيب. كما قلت لكم في الليل ندير واحد الجيل دوش الجسم ديالي كامل، نحيد عليا حتى داك الطاقه السلبيه ونشحن بواحد الطاقه ايجابيه، وندوزو هكا الحويجات اللي ممكن ان نلبسو يكونوا خفاف ظراف. كل وحده تنوض وتجمع هكا واحد لاطخوز ديالها كما اتفقنا في الفيديو، الحوايج اللي عندها وتخليها حداها في الكوافوز ديالها، حتى الا كانت جالسه كتفرج ما مساليهاش تقول غير ولدها او لا بنتها او لا اختها، مدي لي عفاك لاطروز ديالي وغتجيبها لها وتقلسي دهني ديداتك دهني رجيلاتك قدي لي الحاله. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون عطاكم واحد الطاقه ايجابيه، كنتمنى انكم تهلاو فرصكم لراسكم هكا، الا تهلاو فرصكم الناس غيشوفكم زوينين، الناس غادي يبغوكم كثر. ديروا ماسكات للشعر ديالكم، ديروا ماسكات للوجه ديالكم، هادشي كله والله البنات غادي يعطيكم غير واحد طاقه ايجابيه وغادي يزيد بكم القدام، ما عمر ما غادي يرد بكم اللور. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، تهلاو فرصكم، ما تنساونيش من لي لايك ديالكم لي كومونتير ديالكم. السلام عليكم.